السلام عليكم متابعينا بكل مكان. اليوم جايب لكم اقوى تشكيلة كيبوردات وايرلس، افضل كيبوردات. طبعا احنا حكينا بحلقات سابقة عن هذا الكيبورد اللي هو اصغر كيبورد بالعالم، كيبورد كثير راقي، عبارة عن كيبورد ليزر وصغير جدا. راح احط لكم رابط الحلقة في التعليقات او في وصف الفيديو. وطبعا عندنا اليوم كيبوردين برضو روا عجبوني، يجوني هدية فحبيت اشاركهم معاكم. عندنا اول شيء فولدبل بلوتوث كيبورد والتاتش باد، هذا اللي راح يكون عليه الكلام كله فخليه للاخير، التالي للغالي. وعندنا اول شيء راح نبدا فيه اللي هو كيبورد من صغير وايرلس، طبعا لجميع الاجهزه سواء اي او اس او اندرويد او للويندوز، بيشبك على جميع الاجهزه. راح نشوفه مع بعض، خلينا نفتح ونشوفه. زي ما احنا شايفين كيبورد كثير صغير وراقي وعملي، كمان فيه الارتفاع من الاسفل زي ما احنا شايفين حتى يكون مريح للايد. طبعا اذا بنلاحظ انه سماكته جدا قليلة، كثير رفيع هذا الجهاز وكثير خفيف، تقدر تحمله حتى بشنطة اللاب او تاخذه وين ما بدك. وهاي الرفعة كثير ممتازة، بتساعدك في الكتابة، بتكون اريح للايد، تكتب كل سهولة. طبعا بيجي من الخلف عنا بطاريتين صغير من الحجم الصغير زي ما احنا شايفين، وعنا هون كبسة الاون اوف وكبسة تفعيل البلوتوث حتى نضغط عليها يبدأ يبحث عن الأجهزة. خلينا نشبكه مع بعض ونشوف. لو عندنا مثلا جهاز مجرد ما اجي من الخلف اعمل اون وافعل الكبسة تاعت البلوتوث حتى يبدأ يبحث، ضغطة واحدة فقط زي ما احنا شايفين بطلع عنده هون، نضغط عليه اوكي، هيك خلص صرنا شابكين بشكل كامل. يعني سهولة ما في بعدها سهولة. زي ما احنا شايفين نقدر نستخدمه، عندنا الكابس لوك شغال، نقدر نكتب سمول او كابيتال، لو حولنا عربي برضو بكتب عندنا عربي بكل سهولة. وطبعا اذا بنلاحظ حتى العربي مطبوع عليه، يعني موجود على الكيبورد العربي والانجليزي زي ما بدنا. صراحة كثير راقي وكبساته مريحة جدا، اعجبتني. وفي سهولة كثير ريوني بالعمل، بتقدر تعمل عليه براحتك، كابس لوك كل اشي فيه مفعل زي ما احنا شايفين، مجرد ما نسكره من هون اوف خلاص هيك طفيناه بشكل كامل. خلينا نروح للكيبورد اللي بعده. طبعا الكيبورد الثاني هو اللي عليه الحكي، هو الكيبورد الروعة اللي فعلا فيه تكنولوجيا، فولدبل بلوتوث كيبورد والتاتش باد. شوفوا حجمه قبل ما نفتحه، حجمه كثير صغير وخفيف. خلينا نفتح ونشوفه من الداخل. طبعا اول شيء بيجي معنا كتيب التعليمات، حاطين هون كومباتبل ويندوز اي او اس اندرويد، نفس الكيبورد اللي فات. وهون تعليمات استخدام، انه بقدر استخدمه حتى نفس نظام الاي او اس، انه ضغطتين يتحرك او ضغطة واحدة. بعدين بيجي عندنا الكيبورد زي ما احنا شايفين، سماكته جدا جدا رفيعة، ما فيها السماكة من غير ما نفتحه، يعني لو فتحناه زي ما احنا شايفين ما فيش سماكة نهائيا، جدا خفيف محمول حلو، ما في زي هيك أجهزة بالمرة. شوفوا قديش خفيف هون، ما في خمالي نهائيا. طبعا نفس الشيء، أول شيء بنلاحظ عليه إنه الأحرف مكتوبة بالعربي وبالإنجليزي، يعني نسخة مخصصة للميدل إيست. بيجي عندنا هنا كبسة أون أوف نفس الشيء، وعندنا كمان هاي الكبسة الصغيرة حتى يعمل سيرش على البلوتوث لما بدنا نفعله عشان نقترن الجهاز لأول مرة. طبعا ما في بطاريات، عبارة عن شاحن، بيجي معاه كيبل الشحن زي ما احنا شايفين.
بيجي معاه كيبل شحن مخصوص. وبالنسبة للاستخدام أكيد راح يكون سهل نفس اللي سبق. خلينا نشوفه. لو جينا هون فتحنا بلوتوث، جينا شغلناه على الأون، ضغطنا حتى يبحث. بلوتوث كيبورد فقط، هيك صار عندنا شابك وجاهز. مجرد خطوة واحدة بس، اختاره ابحث عنه اختاره خلاص لحاله شبك. نفوت كمان مرة نحاول نجربه. لو جينا كتبنا بالعربي بكتب، لو حولنا اللغة تحولت عنا شيفت اوبشن من الكيبورد نفسه، بقدر احول من الكيبورد او من خارجه. كمان عنا هذا الكيبورد فيه ميزة كثير حلوة، قد ما هو صغير وقد ما فيه ميزات. عنا هون ماوس، اذا ملاحظين في عنا تاتش باد شغالة بتقدر تستخدمها زي ماوس، وكثير فعال وتجربتها كثير كثير مريحة. كمان عنا الانديكيتورز هذول الخاصة، اشي للبطارية، اشي عنا هون الكابس لوك لو مثلا كتبنا احرف كبيرة زي ما احنا شايفين. مجرد ما نشيل كابس لوك طفى الانديكيتور الخاص فيها. صراحة كثير روعة، عجبني، بنصح فيه بشدة. طبعا هاي الأجهزة الاثنين وصلونا هدية، لذلك صراحة كأسعار ما بعرف شو أسعارهم، لكن تجدوها عند مركز التميز والذكاء. راح أحط لكم كمان رابط موقعهم أسفل الفيديو، وأكيد راح يكون أرخص سعر لأنه صراحة هم بيستوردوها من الخارج، يعني المنشأ بيجيبوها، فما راح تحصل أقل من هيك. والأهم من هيك ملاحظة كثير مهمة بحب أحكي لكم إياها، إنه هاي الأمور بالذات إذا وصيتوها عن طريق أمازون أو أي شركة خارجية راح تيجيك مجرد كتابة باللغة الإنجليزية. يعني هاي بتكون طلبية سبيشل للميدل إيست، هم طالبينها من المصدر نفسه مش من مورد ولا من تاجر، فبطلبوها حسب الطلبات اللي هم بدهم إياها، لذلك بتيجي عليها عربي. حتى لو ما كنت تستخدم العربي ممكن تجيبه إنجليزي بعد فترة يلزمك تحكي يا ريتني. فهيك بكون عليه عربي وبكون شامل وجاهز وكل شيء. بنصحكم تشتروا من عندهم، شوفوا انتو اللي بناسبكم، لكن اكيد السعر راح يعجبكم انا متأكد. ولكن ان شاء الله بنكون خلصنا حلقتنا اليوم، حكينا عن الكيبوردات اللي كملت المجموعة كاملة عندي. لا تنسوا تتابعونا دائما حتى يصلكم كل جديد، ونشوفكم مع منتجات جديدة ان شاء الله.